أنهى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني زيارته إلى محافظة السليمانية وإدارة جرميان مساء اليوم التي جاءت لإزالة التوتر الأخير الذي شهده هذه المحافظة بعد مظاهرات شباط الماضي. ولعل أبرز ما شهدته الزيارة اجتماعه مع زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى، حيث أكدت الحركة إن اللقاء كان لتنظيم العلاقة بين التغيير ورئاسة الأقليم، نافية أن يكون اللقاء بحث مشاركة التغيير في الحكومة. جرى هذا اللقاء لترتيب الأوضاع بين حركة التغيير ورئاسة الأقليم، وكذلك توحيد الجهود لبدء الإصلاحات الجدية في إقليم كردستان العراق، حيث جرى هذا اللقاء بعد صدور القرارات الأربع لرئيس الإقليم بخصوص تطبيع الأوضاع في إقليم كردستان لكي يكون هنالك تهيئة لأجواء مناسبة لبدء المفاوضات الخماسية من جديد. وكان لقاء بارزاني برؤساء الوحدات الإدارية في محافظة السليمانية محطة أخرى من زيارته، حيث دعا القوى السياسية في الأقليم إلى توحيد الجهود لحل جميع المشاكل في الأقليم، مشيرا إلى أن سيادة القانون من أهم الخطوات التي يجب إرساؤها. يجب أن نعمل من أجل إرساء ثقافة الديمقراطية وتقبل الآخر، حتى وإن كان هناك وجهات نظر مختلفة، لكن أن لا يصل إلى كسر عظام بعضنا البعض. لهذا أنا سعيد بوجود هذه الأطراف السياسية المختلفة في مجلس محافظة السليمانية. ولم يكن الخلاف مع بغداد بعيدا عن كلمة بارزاني الذي أشار إلى تنصل بعض الأطراف من الاتفاقيات وحتى من بنود الدستور الدائم، حيث أكد رفضه لهذا التنصل مشيرا إلى أن وفدا من الأقليم الذي سيتوجه إلى بغداد ليس للتفاوض بل لمعرفة ما إذا كانت هذه الاتفاقية تنفذ أم لا، ليكون للكرد موقف حاسم من هذه القضية. نحن لم نطلب أي شيء خلافا للدستور، لكننا نرى أن هناك تهربا من تنفيذ الدستور والاتفاقيات، وهذا لا يخدم العراق أيضا، ولا نستطيع أن نكون متفرجين فقط. والعراق يعود إلى وضعه السابق، وسيذهب وفد إلى بغداد ليس للحوار أو التفاوض بل لمعرفة ما إذا كانت الحكومة العراقية تلتزم بالدستور والاتفاقيات. الأطراف السياسية في السليمانية اهتمت بهذه الزيارة واعتبرتها بداية تأريخ جديد للإقليم ووضعه السياسي. زيارة السيد الرئيس إقليم كردستان العراق للسليمانية في هذا التوقيت من حيث داخليا في كردستان وفي العراق وفي الدول الإقليم، توقيتها توقيت مناسب جدا. يجب أن يكون السيد الرئيس الإقليم صمام أمان لوضع كردستان العراق، ويكون هو الذي يجتمع مع كافة الفرقاء. ومن المقرر أن يلتقي بارزاني الأسبوع المقبل بممثلي الأحزاب الكردستانية في برلمان الإقليم من أجل مناقشة المشروع الإصلاحي وتفعيله. سر عبد الواحد الحرة، السليمانية.